إذن متابعي ومشاهدي قناة شوف تيفي، مرحبا بكم مجددا من خلال البث المباشر هنا من مدينة صفرو. بطبيعة الحال الحادثة الأليمة اللي اهتزت عليها المدينة ديال صفرو ديال تسرب الغاز ديال البوطة، بطبيعة الحال في المدينة القديمة. شاب في مقتبل العمر 22 سنة، تألمنا عليه هنا كقناة ديال أولاد الشعب، قناة الشعب. بطبيعة الحال اهتزت الساكنة هنا ديال مدينة صفرو على هذه الواقعة الأليمة. جينا نقدموا العزاء في البيت ديال الأسرة ديال الشاب سي محمد اللي غادرنا إلى دار البقاء بعد معاناة كبيرة في المستشفى ديال سي اشوي بمدينة فاس. أسبوع تقريبا هو في المستشفى. تلقينا الخبر اليوم، وصلنا عبر قناة ديال شوف تيفي ديال الوفاة ديالو. الأم ديالو مسكينة في حالة يرثى لها. كنعرفوا الأم، الإحساس ديال الأم كيفاش غايجيها إحساس، وحنا في دار العزاء الآن. صراحة صعب صعب جدا باش نجريو هذه المقابلة مع الأم ديالو بطبيعة الحال، ولكن هي مسكينة صبرات وقومات وارتأت على أنها تبلغ الصوت ديالها، وخا أن ما غيمكن شيء تعوض في الكبدة ديالها اللي تحرقات عليها. ما غيمكن لي نقول إلا إن لله وإنا إليه راجعون. كنقدموا لكم ميمتي العزاء. الله يصبرك. السي محمد كان هنا يمشي مع ديك، خرج من الدار مع ديك 11 هذيك 11 ونص مشى. المهم الحانوت كان جالس في القهوة شوية، عيط له نيت صاحبوني اللي معاه، يا هذيك عيط له الولد اللي معاه، مشى للدار يتغدى. بقى ولدي في الحانوت على ما قال لينا هو في السبيطار. قال لك امي، قال لخوه، قال له هبط نطيب جوج بيضات. هبط لكب كان فيه الغاز، البوطه فعلا ما يعني البوطه خوات من الغاز. الغاز كان مجموع في لكب. واش نقول لك شعل البوطه، واش نقول لك شعل سميتو النقاصه ديال الضوء، الله يعلم. المهم ديك الترطيقه اللي ترطقات، هو صافي بان له غير الدروج. بعدا الحمد لله خرج من داك لاكاب، ولكن خرج للدين ديالو. كلشي بحال الليبا، كلشي مدلل، كلشي مقشر، كلشي مضروب، كلشي حالته صافي. يعني حنا ما كناش، حنا ما عيطونا تقريبا، حتى داو في لابيلانس، حتى مشى الفاس في لابيلانس. عاد كنت خارج انا والولد الكبير، رجعنا من الطريق، ركبنا مع بنتو ديال المول نيت مول الحانوت، داونا وصلونا صافي. ما بغاش يخلوني نشوفو. شفت واحد تقريبا سي سكوند صافي، فاش شفتو قال لي امي راني كنتحرق من الداخل، عطيوني نشرب، عطيني ناكل. امي راه صافي هذيك هي الهضره اللي سمعت معاه بيني وبينه صافي. نعم الشيخه. ديك الساعه طلعوه اللي نعاش. الغد الاخر بقى ولدو ولدي تما الكبير، ونيتو ولدك مول الحانوت، بقاو تما بايتين تما حتى الغد الاخر صافي. طلعوه اللي نعاش الفوق الليطاج الرابع صافي، ما كنشوفوش كاع. شوف انا ما كنشوفو غير من الجاج، كنشوفو غير الشعر ديالو اللي فوق راسو اللي كيبان ليا صافي من الجاج، ما كنشوفوش صافي. كل نهار كنقول الوقت اللي كنجي كيقول لي ما كاين تحسن، طبيب ما كاين تحسن، ما كاين تحسن صافي. البارح هبط له لاطونسيون القلب صافي، كيدق هاد القلب كيهبطو. شحال دوز ميمتي في المستشفى؟ من الاربع الفات، الاربع ولا اربع ثمان ايام. هاد النهار 12 يوم، هاد النهار 13 يوم، غدا 3 14 الاربع 15، هاد النهار 13 يوم. الحالة ديالو كيفاش كانت الحالة ديالو؟ واخا ما بغيناش نجرحو كميمتي، ربي اللي شاهد من خلال هاد الفيديو باش نكونو سبب باش نعاودو. فاش غادي يطلعوه الكاتريام للراب الطابق الرابع، فاش جيتو ما لقيتوش، قلت لي قالوا لنا طلعوا، قال لي لا راه مشى للبلوك. اش غنقول لك، دوزو حدايا كله مصلوغ، قول له حيدوا لي ديك القشرة على وجهه. كان دوزو من حدايا مبنج، القشرة د وجهه كلها حمراء، كلها حيدوها لي، حيدوا لي يدي، حيدوا لي كل شيء، المهم كل شيء محيدين لي. يدو اللي وجهه اللي قشعت انايا كله مصلوق، يعني كل شيء محيدين لي، حيدي لي القشور، يعني الجلد الفوقانيه كل شيء حيدوها لي. كل نهار 12 كيحيدوا لي مسكين، وكيغوت ربي اللي خلقو، ما كانوش يعني ما مبنجينو ما والو، مسكين وكيغوت صافي. في الاخر كيغوت على خا، كيقول له ديني للدار، ديني خويا للدار صافي. غد الاخر صافي. فاش جينا مشينا سولنا الطبيب، انا وداك الولد يا ربي، قال لي راه بيت، قال لي كيعيط مصطفى امي صافي، وداروا ليه التنفس الاصطناعي.
اللي داروا ليه، داروا ليه التنفس الاصطناعي، صافي كوما، بقى كوما كوما صافي. حتى لهذا الصباح جاتنا الخبر ديالو بانه مشى لعند الله. الله يصبرك. المهم ما خسرش وجه الله سبحانه وتعالى، ما خسرش وجه الله. الحمد لله، الحمد لله، ربي عطاه وربي اداه، اللهم لك الحمد. الحمد لله، هذا الامر الله، وربي كتب له، راه راضي بالحكم ديالو ملي كان في الكرش ديالي. اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد. انت كنعتذر متابعينا الاوفياء من اخلاقيات ديال المهنه، لانني ما نفقدش التوازن ديالي والشعور ديالي، لكن لربما من خلال هذه الحاله فصراحه بصدق المشاعر، هذه الام كنعتبروها كأم ديالنا فقدات الكبده ديالها بطبيعه الحال. صعب جدا هذا النقاش اللي كيتجرى في هذا اليوم، اليوم اللي تلقات الخبر ديال الوفاه ديال ولدها. صعب باش نجريو معها نقاش في قلب المنزل ديالها في هذه الظروف، في هذه الاجواء. فكنعتذروا لكم الا خرجنا على السيطره وفقدنا الشعور ديالنا. متابعينا الاوفياء، غادي نواصل، غنحاول نواصل هذا النقاش. المهم انت كيفاش كانت العلاقه ديال السي محمد معك؟ كنعرفوا العلاقه، كان مرضي، كان مرضي 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 بزاف. كلشي ولادي مرضي الحمد لله، هو اللي كاين معايا بزاف، هو اللي كاين معايا. غير كنصوني عليه كيقول لي الو الوالده، الو الوالده شنو خاصك الوالده، هذه هي الهضره ديالو. غير نصوني عليه قول لي الو الوالده شنو خاصك الوالده، هذه هي الهضره ديالو ديما في التليفون. شحال هو خدام في ذاك المحل اللي وقع فيه هذا؟ ايوا شحال هادي، راه ولادي كلهم خدموا تما، كلهم اللي كانوا صغار كلهم كيخدموا تما، ماشي زعما غنكروا الخير ولا هذا، كلهم كيخدموا حتى كيكبروا. التصرف ديال ذاك مول المحل مع هذه الفاجعه الاليمه، حنا ما غنقولوش هو السبب، وانما ماشي سبب. لا لا لا، فاجعه هذه وقعت، فاجعه حتى هما، حتى هما راه فاجعه عليهم، ماشي على كل شيء. ماشي هو، ماشي هو اللي قال لي، هما اللي داروا تما ولا مشى هو اللي قال لي سير هذا، ولكن كتاب ما عندنا من الحكم ديال الله، ما عندنا ما نديرو. كتاب لي داك الدور ديالو هو منين وقعت هاد الفاجعه الاليمه، واش وقف مع السي محمد في هاد المحنه؟ لا وقف معنا، ايه ما نكذبوش، لا ما نكذبوش، ما نديو غير شبر. لا وقف معنا دائما دائما، ولدو كيهبط معنا الدواء، كيشري لنا الدواء، غير كيقول لي جيب الدواء، كيجيب الدواء. لا ما نكروش، ما نكرش الخير انايا، اللي انا اللي دار فيا الخير ما نكروش. وقفوا معنا الله يجازيهم بخير، السي محمد وقف معايا بزاف، ولدو الله يجازيه بخير، ولا الوالد ديالو الحمد لله. الحمد لله، اللهم لك الحمد، الحمد لله. هذا ما كان الحاجه، ربي معاك الحاجه. كان نراعيو الظروف اللي كتمروا منها بطبيعه الحال. جينا باش ما نرجعوش الوالده ديالنا الحاجه لهذا الحادث المأساوي، ولكن باش نقدموا العزاء لهذه العائله، وباش نبينوا على ان ابناء الشعب المغربي فين ما كانوا من طاجر القويره كيتضامنوا مع الحاجه، وقناه ديال شوف تيفي غتكون بطبيعه الحال معاهم. اي مستجد ميمتي احنا على راسنا وعينينا. وليداتك جاوا عندك للدار، المغاربه الان كاملين سمعوا القصه ديالك. شنو تقول يا لالا كاخر رساله توجيهها؟ ما غنزيدش ندخل معاك وقوفا على رغبه. الله يجازيهم بخير، كلشي اللي جا لعندي وقف معايا الله يجازيه بخير، الله يكثر خيركم. هذا الشيء اللي غادي نقول، الحمد لله، اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد. عاودت في الله، الحمد لله، هو عزيز على كل شيء، ما فيه ولد زوين، ولد يعني واخا نشكر لك، نشكر حتى ما غاديش نعبر يعني. ولد الله ما نكذبش عليك، غنبقى نعبر. الحمد لله، كلشي كيبغيه، كلشي كيبغيه، السوق كله كيبغيه، اي واحد كيبغيه. هي ما كاين العيب، ما كاينش اللي يسمع منه شي هضره خايبه، ما يدابز، ما يعاود لك هضره ديال السوق، ما يقول لك هذاك قبيح، ما يقول لك ما كاينش هذاك مزيان، صافي هذه هي الهضره اللي كيقول، وهذا ما كاين. نعم الحاجه، بركه في راسك، الله يعظم الاجر. ميمتي متابعينا الاوفياء، غادي نختم هذا البث المباشر الى ما اللقاء بكم في بث مباشر اخر. كنعتذر بزاف على الخروج عن السيطره، شكرا لكم والسلام عليكم. ما تنساوش تشتركوا معنا في جميع صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، وتفعلوا زر الجرس باش توصلوا بالجديد ديالنا على راس كل لحظه.